وللمزيد مشاهدينا في هذا الصدد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور جهاد الحرزين المحلل السياسي الفلسطيني. دكتور جهاد أرحب بك على شاشة القناة الأولى. الفصائل الفلسطينية تشترط وقف العدوان بشكل كامل دكتور جهاد على قطاع غزة لبدء المحادثات الخاصة بالهدنة. جانب الآخر إسرائيل ترغب في هدنة مؤقتة. كيف تقرأ هذه الصورة دكتور جهاد؟ يعني بعد التحية لك وكافة المشاهدين الكرام، نحن ندرك جيدا بأن دولة الاحتلال تريد المزيد من الوقت في محاولة لتنفيذ المخطط الذي بدأت به والمتمثل بحرب الإبادة وعملية التهجير للمواطنين الفلسطينيين ودفعهم إلى أقصى المناطق التي هي بالأساس غير آمنة، ولكن يبدو بأن هذا الأمر الذي دأبت عليه حكومة الاحتلال وبعد فشلها في تنفيذ أهدافها المتعلقة بقضية تحرير الأسرى لجأت لأن يكون هناك حالة من التفاوض، علما بأن ما شهدته الفترة السابقة خلال الهدنة التي استمرت لمدة 7 أيام والتي من خلالها تم التقاط الأنفاس لدى الشعب الفلسطيني، هذا الأمر الذي نسعى إليه حاليا لأن يكون هناك هدنة أو وقفا لإطلاق النار بشكل كامل حتى لا يمكن العودة، لأننا وجدنا بعد انتهاء الهدنة التي استمرت ل7 أيام كان هناك حالة من الجنون والهستيريا التي أصابت الاحتلال الإسرائيلي في عمليات القتل والقصف والتدمير التي استهدف من خلالها الشعب الفلسطيني. لذلك كانت الفصائل الفلسطينية أوردت بأن يجب أن يكون هناك شرطا أو وقفا لإطلاق النار حتى تستطيع أن يتم التفاوض في سياق هذه الهدنة. ويجب هنا التأكيد على قضية بأن يجب أن لا تكون فقط الهدنة في قطاع غزة، بل يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار في كافة الأراضي الفلسطينية، لأننا نجد حالة الاعتداءات في المسجد الأقصى، نجد الاعتداءات بشكل كامل في مدن الضفة الغربية، بمعنى أن المخطط الكبير الذي يسير في قطاع غزة هناك بشكل مصغر في أراضي الضفة الغربية يسير بشكل كامل، وهذا يتطلب أن يكون هناك تجاوبا. بالمقابل دولة الاحتلال تريد أن يكون هناك فقط العملية مؤقتة أو الهدنة مؤقتة حتى تستمر في مواصلة أهدافها التي ادعى نتنياهو يريدها، وهو ما أوهم به الجمهور الإسرائيلي باستطاعته القضاء على المقاومة الفلسطينية أو بأنه يمكن له أن يعيد تحرير الأسرى، ولكن فشل في وحتى الآن يعني الفشل من قبل الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ يعني ما ترنو إليه كان واضحا. دكتور جهاد الحرزين محلل السياسي الفلسطيني أشكرك شكرا جزيلا.